بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم محمد حمادة Assistant Professor of Food Hygiene, Department of Food Hygiene and Control, Faculty of Veterinary Medicine, University of Sadat City, Egypt. أهلا بكم في محاضرة جديدة من سلسلة محاضرات الميت هايجين، المحاضرة رقم 12 Lecture Number 12، وهي بعنوان Abnormal Physiological Conditions During Meat Inspection. أثناء الميت انسبكشن، سواء كان في الأنتي مورتم انسبكشن أو البوست مورتم انسبكشن، بنشوف أبنورماليتيز. الأبنورماليتيز اللي هي وزن الفسيولوجيكال ليميت دي بنسميها أبنورمال فسيولوجيكال كونديشنز. ممكن نشوف أيضا جنرال باثولوجيكال كونديشنز، وممكن نشوف سبيسيفيك ديزيزز اللي هي سواء كانت بكتيريال أو فيرال أو بارازيتك. والثلاث أقسام دول هنشوف وهنشرح فيهم في سلسلة من المحاضرات. هنبدأ بالأولى منها النهاردة إن شاء الله، وهي المحاضرة بتاع النهاردة بعنوان الأبنورمال فيسيولوجيكال كونديشن. أول هذه الكونديشنز هو الإمبيرفكت بليدنج. وقبل ما أتكلم على البليدنج، لابد إن احنا نفرق بين الكونديشن والإمبيرفكت بليدنج أوف ذا كاركس. الكونديشن بتبقى دايماً مصاحبة للأكتيف هايبريميا، بتبقى associated بالبيريكزيا، associated ب systemic changes في البارنكيماتس، في البارنكيماتس organs زي الليفر وزي الكيدني وزي التستس وزي الهارت والحاجات دي كلها. الامبيرفكت بليدنج دايما بيبقى نتيجة ميكانيكال كوزس، وده دايما بيبقى unaccompanied by systemic changes. وأسبابه ممكن تبقى suffocation، ممكن تبقى heart failure، ممكن تبقى severe indigestion مثلا. بنلاحظ ان في الامبيرفكت بليدنج انيمال بنلاقي الليفت فينتريكل بيبقى يوجوالي كونتين بلاد. الليفت فينتريكل يوجوالي كونتين ايه؟ يوجوالي كونتين بلاد. السبكوتينس بلاد فيزلز بتبقى انجكتد وفيزيبل، واضحه تمام. الفليش نفسه، اللحمه نفسها بتبقى ايه؟ بتبقى دارك. الاورجانز بتبقى ايه؟ كونجستد، بتبقى فلابي، بتبقى ووتري. ممكن ايضا نلاقي في البيف كاركاس الانتركوستال فينز بتبقى فيزيبل. الانتركوستال ايه؟ فينز بتبقى فيزيبل. في الشيب كاركاس بنلاقي البريسكابولر لينفونود بتبقى كونجستد. في الالبليد او الباد ليبليد كاركاسز بنجد ان هي دايما بتبقى بيحصل فيها ديكومبوزيشن بسرعه، رابيد ديكومبوز. ليه؟ لان البلاد بيعتبر ايه؟ بيعتبر اكسلنت ميديوم فور مايكروبيال جروس. ولذلك الالبليد كاركاس لابد ان هي ايه؟ كوندامند. لابد ان هي كوندامند. طيب النقطه الثانيه او الكونديشن الثاني اللي بنشوفه اللي هو ويزن فيسيولوجيكال ليميت اللي هو الاكسوهوستد انيمال. الاكسوهوستد في حد ذاتها هي سورت اوف ستريس on the animal which may affect dramatically the meat quality. الحيوان بيبقى مرهق في حالة إرهاق. الاكسوستد انيمال عند الذبح بنلاقي ان هو insufficiently bleed، بيبقى البليدنج بتاعه مش كويس، وفي نفس الوقت الريجور مونتس او السيتنج بتاعه بيبقى مش كويس، sit badly. الاكسوجن عموما، الارهاق عموما can be overcome by allowing the animal to suitable pre-slaughter rest care تمام تو ذا انيمال. عشان ايه؟ عشان ارجعه للايه؟ لحالته الطبيعيه مره تانية. وطبعا من اشهر الحالات اللي شفناها قبل كده واتكلمنا فيها نتيجه الاكسوشن البي اس سي والدي اف دي، الكاركس بتاعه الويل نارجد انيمال اللي هي ما فيش فيها ساينس اوف سيستميك رياكشن وبليد ويل وسيت ويل، دي على طول بتعتبر ايه؟ فيت فور هيومن كونسامشن. لو ما كانش الكاركس فيها الحاجات دي في الاكسوستد انيمال، على طول بعمل توتال ايه؟ توتال كونتامينيشن. على طول بعمل توتال ايه؟ كونتامينيشن. الفيتال فليش اللي هي لحم الايه؟ الجنين، ولحم الجنين او الفليش بتاع الفيتس ده هو ممكن يبقى unborn او ممكن يبقى stillborn. يعني unborn بالشكل ده او stillborn يعني اكتمل وتمام التمام ولكن اتولد ايه؟ ميت، born dead. الانسكروبلس بوتشرز، الناس اللي ما عندهاش ضمير، بتبيع اللحمه دي، ممكن تبيعها في صوره لحمه فعلا وده قليل قوي، او الاذرز بيستخدموها في عمليه الايه؟ في المينسينج وانكوربوريتد مع كوميونيتد ايه؟ الميت برودكتس، وده موست كومن، وده موست ايه؟ موست كومنلي. دي ناس ما عندهاش ايه؟ ما عندهاش ضمير، انسكروبلس بوتشرز. العلامات الفيتس اللي عندي ده لو هو اندريزد علاماته بتبقى ايه؟ لما ينزل اللي هو الستيل بورن اللي هو اتولد ميت، علامات اللي اتولد ميت تلاقي اولا السكين بتاعه بيبقى ايه؟ بيبقى سودن ابيرنس. سودن يعني ايه؟ يعني مرطب، يعني زي ما يكون ايه؟ مليان ميه كده، زي ما انت شايف كده بيلمع اهو، مليان ايه؟ ميه، بيبقى ايه؟ بيبقى سودن.
الكلوز بتاعته، الاظافر بتاعت الحيوان نفسه بتبقى ايه مالها ايه، زي ما يكون كده لابس ايه جولدن سليبرز، زي ما يكون لابس شبشب اصفر، يعني ايه بيبقى انووكد اب اون، وفي نفس الوقت ايه انووكد يعني ما مشيش عليها خالص، وفي نفس الوقت السولار سيرفيس يعني الجزء اللي تحت اللي بيمشي عليه ده بيبقى كونفكس، بيبقى ايه بيبقى وي بيبقى كونفكس يعني محدب الى الايه الى الخارج. ايضا الان دريزد ستيل بورن كاف بيبقى الامبليكال كورد بتاعه ريمين ايه هانجنج اهو ظاهر اهو تمام، فروم ايه فروم نيفل ايه فروم نيفل رينج. اما بالنسبه للدريزد بقى انا خلاص عملت له دريسنج، لو اتعمل له دريسنج بتلاقي علامات اخرى بقى، انت مش هتشوف العلامات اللي احنا قلناها دي، هتشوف بقى ايه الاستومك والانتستين بتبقى فري فروم كوجوليتد بلاد، مفيش فيها كوجوليتد ايه كوجوليتد بلاد. اللنج بتبقى بيربل في الكالر وسينكن ووتر. بنلاقي ايضا الماسلز بتبقى ايه لوس فلابي ووتر جريش وايت في الكالر ايزلي بيرفوريتد باي فينجر. الفاتي تيشو نفسه بيبقى انديفولبد وجيلاتينس خصوصا حوالين الكيدنس. الكيدن والليفر بيبقى سمول في السايز ودارك في الكالر. بتلاقي البوم مارو بيبقى ريد، وفي نفس الوقت بتلاقي الامبليكال فين او الامبليكال فينز بتبقى ايه اوبن، بتبقى ايه اوبن. الجارجمنت طبعا فيتس هنعمل بقى الفيتس ما بيتاكلش، فالميت كوندامند اند كونسيدرد انفيت. ليه؟ لانها ريبالسيف فيلينج اول حاجه. النقطه الثانيه انها ممكن تنقل امراض infectious disease كمان زي البروسيلا وزي الكونجينيتال تيوبركلوزس. الحاله اللي بعد كده اللي هي حاله الاماتوريتي. الكافز عموما اللي هي العجول الصغيره بتبقى كونسيدرد ماتيور، بنقول عليها فيل يعني اللي هي لحمه البتيلو، وريدي فور سلوتر امتى؟ لما الميت والفات بيبقى محتوي على درجه معينه من درجات الديفلوبمنت، ديجري اوف ايه اوف ديفلوبمنت. في مصر على سبيل المثال مثلا تلاقي الكاف لو وصل 60 كيلو او اكتر من 40 يوم او في خلال 20 اسبوع من العمر ده بيعتبر ايه بيعتبر ماتيور ده في مصر. طب ولذلك هنا بقى موضوع تحديد العمر الاستيميشن للايدج مهم جدا في الحكم على الاماتوريتي بتاع الايه بتاع الكاف. طب الايدج ده احدده ازاي؟ احدده بالهوفز، احدده بالتيث، احدده بالامبليكس، احدده بالايه بالامبليكس تمام. ايه تاني؟ لذلك اجي اشوف بقى العلامات بتاع الماتوريتي ايه، يعني علامات البلوغ ايه، عشان لما اشوفها لما ما اشوفهاش يبقى دي علامه ايه الماتوريتي. اول حاجه الهوفز نفسا مثلا على سبيل المثال زي ما انت شايف كده بتبقى هورني وهارد والسولار سيرفيس اللي بيمشي بيه على الارض بيبقى سلايتلي كونفكس. تلاقي الاول انسايسورز خلي بالك معايا في الصف اللي فوق ده مش في الصف اللي تحت، لان الصف اللي تحت ده بيرمننت، الصف اللي فوق ده لو تمبوراري. فكل الانسايسز ايمرجت فروم ذا جام وابير بينك تمام. ايضا تلاقي الامبليكال كورد خلاص بقى مش زي ما احنا الصوره اللي فاتت، لا ده خلاص اختفى خالص، هو مش موجود، ولاقي مكانه ايه مكانه سكار. ايضا بلاقي الهورن نفسه القرون نفسها بتاع الحيوان لا اما تبقى كالوسيتي يعني بقى شويه كده كالوسيتي في البليس اوف هورنز، او ان هي تظهر فعلا على شكل هورن فعلا في مكان الخروج بتاعها في مكان الخروج ايه بتاعها. دي علامات الايه الماتوريتي، لو ما لقتهاش تبقى اماتوريتي. طيب ايه علامات الاماتوريتي اللي بشوفها على الحيوان اللي عندي؟ بلاقي الماسلز مثلا بتبقى لوس فلابي ووتري تيرز ايزلي كان بي بيرفوريتد ويز فينجر تمام. ده بالنسبه للايه للماسلز. بالنسبه للفات، الفات كبسول اوف ذا كيدنز بتبقى اوديميتس، بتبقى ديرتي يلو او جريش يلو في اللون بتاعها. الجادجمنت بتاع الاماتوريتي، لو انا لقيت حاله اماتور فيها بهذا الشكل نلاقي الاماتور كاركاس بتبقى انفيت فور هيومن كونسامشن. ليه؟ عشان اول حاجه ان هي بتبقى ريبالسيف، ثاني حاجه بيبقى في الديفلوبمنت في الماسكوليتشر، تلاقي فيه بريدومينانس للبونز، البونز اكتر العظم اكتر من اللحم، تلاقي في الفات بيبقى ليس اور نو فات، يعني لا اما الفات قليل لا اما مش موجود خالص، اضافه الى الهاي بيرسنتج اوف ووتر، اضافه الهاي بيرسنتج اوف ايه ووتر. ايضا من الحالات المشهوره جدا حالات الادفانسد بريجننسي او الريسنت بارتوريشن او الابورشن. البريجننت انيمالز عموما لا اما تتذبح من غير ما يتعرف عنها حاجه في الانتي مورتم انسبكشن مثلا، وهنا تبقى اتذبحت في الايرلي ستيج وينزل الجنين بهذا الشكل، او ان هو يبقى ادفانسد شويه تمام وتلاقي الايه وتلاقيه كبير شويه. وفي الحاله دي بيبقى شيء مستغرب جدا ان الفلاح ازاي يضحي بكاف زي كده، وفي نفس الوقت ازاي الجزار نفسه يقبل ان يذبح كاركس بالشكل ده لانها تفقد وزن كتير جدا ملوش لازمه. فالكاو مثلا الفيتس والفيتال ماتيريال بتاعتها بتوصل لحوالي اللي موجوده جواها بتوصل حوالي 30
6 كيلو جرامز، يعني كل ده مفقود، كل ده بيفقد من الايه، من الحيوان اثناء عمليه الايه الذبح. او ممكن الحمل في مرحله متقدمه بقى، يبقى خلاص الحمل اكتمل والحيوان بيولد، وفي هذه الحاله في هو في حاله ديستوكيا او سيزيريان، مش عارفه، مش عارف، ما فيش حد عارف يعمل له سيزيريان سيكشن. في الحاله دي بيبقى بيوصل البتاع في ايه، بيوصل المجزر في حاله موريبند ستيت، في حاله احتضار. وفي الحاله دي كمان الامرجنسي سلوتر هو الحل عشان احفظ الميت اللي عندي، تمام. خلي بالك بقى من الحالات اللي بتوصل موريبند دي، من ان يكون فيها فينيريال ديزيزز، يكون فيها سيكسوال ترانسميتد ديزيزز، يكون فيها انفكشوس ديزيزز زي البروسيلا مثلا على سبيل المثال. عموما البريجنسي مع اللحوم له تاثير طبعا، لان البريجنسي بيبقى فيه شويه تغييرات بتاعته فيسيولوجيكال هرمونال بياثروا على الايه، على الميت كواليتي. ايه تاني؟ وخصوصا في منطقه الهايند ماسلز كوارترز او الهايند كوارتر ماسلز، تلاقيها مويستن لوس في الكونسستنسي، دازنت كيب ويل، الاستورج بتاعها بيبقى صعب جدا، بتفسد بسرعه. ممكن يبقى فيها اسيتون اودر، ودي بتبقى موجوده في الادفانسد بريجننسي. الانيمال شونج ساينز اوف بارتوريشن، في الانيمال لسه والده بقى لها يومين مثلا، فالاسيتون اودر بتبقى موجود، وده طبعا بيأثر على الجوده بتاع اللحوم. اضافه الى ان ممكن الحيوان كمان اللي في الحالات الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم ابورشن او بارتوريشن، بيبقى ممكن يبقى في حاله رير قوي ان هي تحدث، اللي هي حالات الاكسترا يوترين كونديشن. دي مشهوره قوي في الشيب، في اليو مشهوره قوي في الايه، في الشيب بيبقى الفيرتلايزد اوفم ديفلوبد في اليوتر، نوت ديفلوبد في اليوترس، ولكنها ديفلوبد مثلا في الفالوبيان تيوب مثلا، تكبر تكبر تكبر، بعد كده تفرقع عليه الفالوبيان تيوب رابتشر، والفيتس يخرج من الفالوبيان تيوب للابدومينال كافيتي، ويفضل في الابدومينال كافيتي ينمو شويه، ويعمل حاجه اسمها ماميفايد فيتس امبيدد في الابدومينال ايه كافيتي، زي الجنين المتحنط، جنين متحنط زي ده كده بالظبط، متحنط في الابدومينال ايه، في الابدومينال كافيتي. طبعا حالات البريجننسي والبارتوريشن والابورشن والكلام ده، لو هي في الايرلي ستيج اوف بريجننسي بتعتبر ايه، ار فيت فور هيومن كونسامشن اف ذي ار ان ا جود كونديشن، يعني ايه سيت ويل وبليد ويل. طيب لو هي اكسترا يوترين بريجننسي بتعامل معاها لانها لوكال كونديشن، اشيل الجزء اللي فيه الماموفايد فيتس، ماموفايد ايه، الماموفايد امبيتد فيتس، والباقي يبقى تمام التمام، مفيش اي مشكله خالص. طيب في الادفانسد بريجننسي مع وفي الريسنت بارتوريشن، لا هنا مشكله بقى، لان انا عندي في اسيتون اودر وفي مشاكل اخرى، خاصه في الكاتل بيقول لك شود نوت بي سنت فور ايفر سلوتر، المفروض ما ابعتهاش في الوقت ده للمجزر الا بعد ما تولد ب 10 ل 14 يوم. طب لو راحت واتولد واتذبحت ايمرجنسي، ايمرجنسي سلوتر، لابد لازم اخد بالي بقى من الايه، من الاتي. ايه هي الاتي؟ الهايجينيك ديسبوزال للفيتس، للبلاسينتا، للديسشارجز، تمام. اخلي بالي كويس جدا، اعمل ديتنشن للكاركس لمده 12 ساعه، بعمل بويلنج وروستنج تيست عشان اكسكلود الابنورمال اودرز، بعمل بكتيريولوجيكال اكزامينشن عشان اخد بالي من البروسيلا، الاستريوزس، التوكسوبلازموزس، والكامبيلوبكتيريوزس. الحاله اللي بعد كده اللي هي المالفورميشنز، والمالفورميشنز ار سام تايمز انكاورتد في ميت انسبكشن، ممكن نشوفها زي انوفسالميا مثلا، ابسنس اوف اوكولار تيشو زي هنا مثلا، يا اما بارشال يا اما كومبليت انوفسالميا، حاجه زي كده مثلا دوبليكيشن في الكرينيال ستراكشر لغايه النك مثلا، تلاقي مثلا اكسترا لوبس في الليفر، تلاقي دبل سبلين، مالفورميشن اوف سكيليتال بونز نتيجه ريكتس مثلا او كده. طبعا حالات زي كده كلها لن تؤثر في الميت، اذا كان بس لها تاثير على سكيلت المصل او تاثير على التكستشر بتاع اورجان معين خاص باللحوم يعني وكده، يبقى ماشي، لكن ما من غير كده ليس لها تاثير، وبالتالي ايه تعدي الامور في الميت، والميت ماركتبل، ما فيش اي مشكله خالص. بعد كده البيل ماسكولار تيشو، وهذا الكونديشن اوبزيرفد برينسيبالي في السواين كاركس، دايما نشوفه في السواين ايه، في السواين كاركس بيل ماسكولار ايه تيشو. سببه ممكن يبقى ديفيشنسي في المسل بيجمنت، ممكن يبقى سببه نتيجه ديفيشنسي في الفيتامين اي في الكافز. الجادجمنت لو الماسكولار تيشو نورمال خلاص ما فيش اي مشكله خالص، يعني البيلنس هو اللي موجود بس ما فيش اي مشكله، دي تعدي وما فيش اي مشكله، ولكن في الحاله دي بتبقى ايه، يعني لو كواليتي ميت، لو كواليتي ايه، لو كواليتي ميت، لكن طبعا غير كده بيبقى في لينا حكم تاني. ايضا من الحالات المشهوره جدا حالات البورنس او اللينس، حيوان ضعيف ما اكلش كويس، فالبورنس او اللينس ده بي فيسيولوجيكال كونديشن كوزد بايه،
inadequate nutritional intake. وهذا هذه الحاله دايما اوبزرفت في الانيمال اوف اول ايجز، ما لهاش علاقه بالعمر، يعني بتظهر في الاول ايه في الاول ايجز، في الهيفي ميلكينج كاوز مثلا، في الكاتل بعد الكافينج، في الشيب بعد اللامبنج، الهارد ورك الهارد وركينج انيمال، الاولد ايج انيمال ممكن برضه يظهر فيها الايه البونس. في البي ام بتاعتها في البوست مورتم بلاقي ايه؟ بلاقي الكاركس بتبقى ما فيش فيها امراض خالص، ما فيش فيها امراض، امال فيها ايه؟ الميت بتبقى فيرم تف دارك ماشي في الكالر عن النور، الفات بتبقى سكينتي قليل خالص اور ايفن نوت بريزد او مش موجود، واذا كان موجود تلاقيه فيرم او ايه فيرم وفي نورمال ابيرنس شكله طبيعي ولكنه فيرم شويه ونورمال ابيرنس ونورمال كومبوزيشن للايه للفات. الكونكتيف تيشو بيبقى ويل ديفلوبد، بيبقى ويل ايه ويل ديفلوبد في الميت وبيبقى واضح الكونكتيف تيشو واضح. حالات زي كده في البورنس او اللينس بنجد ان هي ملهاش ايه نو سيجنيفيكانس ان ميت انسبكشن، ولكن بتعامل في هذه الحاله على انها ايه انفيريور ايه انفيريور كواليتي ميت، وهذه الحاله بتستخدم في المانيفاكتشر اوف ايه اوف ميت برودكت دي اللي هي البورنس او الاولينس. اختها بالظبط ولكن باثولوجيكال هي الايماسيشن، تلاقي الحيوان معظم وضعيف جدا وكونفيوزد مع البورنس. طبعا حاله الايماسيشن دي باثولوجيكال كونديشن ديفلوب اثناء الكورس بتاع الالنس او نتيجه يعني او بعد ما الديزيز يحصل، ودي بتبقى دايما مصاحب ليها انيميا او مصاحب ليها هيدريميا، يعني انيميك كونديشن او هيدريميك كونديشنز. الحاله اللي زي كده اللي هي الايماسيشن بنجد ان هي لا اما تحدث بسرعه في الاكيوت ديزيزز او ان هي تحدث ايه فريكوينتلي اسوشيتد بكرونيك ديزيزز، وده الاكثر ان هي تحدث مع كرونيك ديزيز او ويستنج لونج ستاندنج ديزيز زي التي بي اليونز ديزيز البارازيتيك ماشي سوين فيفر اند سوين اسبرس. في الاي ام انسبكشن تلاقي الحيوان معظم برومينانت بروجكشن في البونز، السكن فيش فيه الاستيستي، ليد انفولدس مكرمش كده ومتني على بعضه، دال هيرز ريلاكسد ماسلز اون ستاند، تلاقي فيه الحيوان تايرد ومرهق، تلاقي فيه سانكن اي، دي علامه على علامه التايرنج بتاعته. في البي ام بقى لما اذبح الحيوان الايماسيت ده بلاقي ايه بقى؟ بلاقي ابسنس اوف فات، مفيش فات خالص. النورمال ديبوزيشن يبقى نو فات ان النورمال ديبوزيشن، ولكن ريبليسد بفات انفلتريشن بيبقى جيلي لايك بقى يلوش ريدش اشكال غريبه من الايه من الفات. الا ايضا المسل تيشو نفسه بيبقى اتروفايد لوس بيل مويستن فيري ريتش ان كونكتيف تيشو. بلاقي في الليمف نود بتبقى مور برومينانت في اليانج واتروفايد في الاولد واتروفايد في الاولد، لما تيجي تفتح فيها تديني ووتر فلويد ووتر فلويد. الماركت ريدكشن في السايز بتاع الاورجنز خاصه في الليفر والايه والسبلين، بلاقي البوم مارو ريد بور ان فات ووتري، بينما في الاولد انيمز بيبقى ايه بيبقى سلايمي. الاوديمتس فلويد موجود في البودي كافيتس، تفتح البودي كافيتس تلاقي مليانه ميه اسايتس بقى وغيره ماشي. ورينا الكبسول برضو مليانه ميه. حكمنا على حالات الايماسيشن بيعتمد على الديجري اوف ويستنج والنيتشر اوف ايه اوف ذا ديزيز. بلاقي ماركت ديجري من الايماسيشن ويز اوبفيوس ساينس اوف ديزيز، على طول بعمل لها توتال كوندمنيشن. لو ماركت ديجري من الايماسيشن وعلامات المرض موجوده توتال كوندمنيشن. طيب سيفير ديجري من الايماسيشن مع ماركت التريشن في الفاتي تيشو خاصه في الاوركلز بتاعه الايه الهارت والميدياستاينال سبيس وحوالين الكيدني توتال كوندمنيشن. الاقي مثلا حاله بوردر لاين، يعني حاله مش قادر احكم فيها قوي، هنا في الحاله دي بعمل ديتينشن للكاركس لمده 12 ساعه. في اثناء هذا التايم there may be considerable drying of body cavities، يعني في 12 ساعه دول ممكن يكفوا ان هم ينشفوا الكاركس ويفضوا الميه اللي موجوده فيها. في حاله بقى حاله زي كده لو علامات المرض مش موجوده والبكتيريولوجيكال اكزامينيشن والبويلنج تيست والريزيديوز كل دول نيجاتيف، الكاركس في الحاله دي ايه باص ولكن ايه انفيريور كواليتي، ولكن انفيريور كواليتي. الحاله المشهوره جدا ايضا في حالات الابنورمال فيسيولوجيكال كونديشنز زي حالات البيجمنتيشن اللي هي التشنج في الكالر اللي هي فرايتيز اوف كالرز ممكن تظهر عندي في الايه في اللحوم دي، بنجد ان هي ممكن تظهر حالات فرايتيز اوف كالرز موجوده كلاسيفايد اكوردنج تو السورس اوف بيجمنت الى قسمين اساسيين، قسم اكسوجينس وقسم اندوجينس. اكسوجينس يعني التغير في اللون جاي من بره الايه من بره جسم الحيوان، زي حالات ايه زي حالات ان هو ايه انهاليشن لكول مثلا او كربون فعمل لي انسركوزس، فيدنج مثلا عمل لي فيسيولوجيكال يلو كلوريشن، دراج عمل لي الوان مختلف، او ان هو يكون المصدر الثاني يكون اندوجينس من جوه الحيوان نفسه
بيجمنت من جوه الحيوان نفسه، زي حالات الاكترس، زي حالات الميلانوزس، زي حالات الايه الميلانوزس، ودي بيجمنتس بتبقى موجوده طبيعي في جسم الايه في جسم الحيوان. اول حالات البيجمنتيشن وهي الفيدنج والدراج انفلونس، ان هو حيوان ياكل حاجه تغير لون اللحمه او ياخد دراج يغير لون اللحمه. فمثلا الفيدنج، دايما الفيدنج بيعمل ايه؟ بيأثر على لون الايه، الفيدنج بيأثر على لون اللحوم، الفيدنج بيأثر على لون اللحوم more evident في الفات عن الايه عن المسلز. بنلاقي ان الكاتل مثلا اللي هي بتتغذى على الاويل كيك مثلا بيبقى فيها يلو كولر، البيج مثلا اللي هو بيتغذى على الميز بيبقى يلو لايت يلو كولوريشن للفات، السواين اللي بتتغذى على الفيش بتتغذى على الفيش ميل مثلا بتلاقيها ستيل جراي كولرد فات، ستيل جراي كولرد فات. مثلا حيوان خد تريبان بلو عشان بلاد بارازايتس او كده تلاقي فيه جرين ديسكلاريشن لكل الالاستيك تيشو زي الجمنتا منكاي مثلا. فاكسينيشن بكالر ذا انتيجين او تريتمنت باذر دراج زي التتراسايكلين ممكن يعمل لي ابنورمال يلو كلاريشن. الجادجمنت في الحالات دي والله لو هي العمليه بسيطه يبقى بارشال كونتامينيشن للجزء المصاب او الجزء اللي فيه مشكله او الجزء الملون يعني. لو بقى برونونسد كالر مع ريبالسيف ابيرنس على طول بعمل توتال ايه توتال كونتامينيشن. دي اول حاله من حالات البيجمنتيشن. الحاله الثانيه انسراكوزس، زي ما احنا قلنا بلاك او بلوش بلاك بيجمنتيشن مي بي اوبزرفد في اللنج سبستنس واسوشيتد في والاسوشيتد لينفنوز خاصه البرونكيال لينفنوز نتيجه الانهيليشن اوف كول داست، بالمنظر زي ما انت شايف كده قدامك في اللنج تيشو. الحالات اللي زي كده الافكتد بارس بتعمل لها كوندمنيشن وخلاص. الحاله الثالثه اللي هي الكاروتينويد بيجمنتيشن او بيسموها الفيسيولوجيكال يلو كلاريشن، ودي انتنس يلو كلاريشن في الفات بتاع البستشر انيمالز، الحانات المرعى، الحانات اللي بتاكل حاجات خضراء، والايجد ايه والايجد كاوز. ليه؟ السبب بتاعها هي الفات سولوبل كاروتين مين اللي ومعاه الزنسوفيل ايه الزنسوفيل بيجمنتس. الماميليان فات عموما بيحتوي على ثلاثه فاتي اسيدز اساسيين، اولين وسترين والبالميتين في نسب مختلفة. البالميتين هو اللي يهمنا في الكلام لأنه بيعتبر هو السولفنت بتاع الكاروتين. فالحيوانات اللي هي زي الكاتل والهورس ولحد ما البيج بيبقى فيها نسبة كبيرة من البالميتين، تمام؟ مع أكل الكاروتين بقى بنسبة كبيرة بيدوب الكاروتين في البالميتين. طب الكاروتين بيجي منين؟ بيجي من اليانج جراسز، من السام فرايتس اوف ميز، بعض الروت كروبس زي الجزر الكاروتس اللينسيد والكوتن كيك. وطبعا لما البالميتين يدوب في قلبه الكاروتين يديني الايه؟ يديني اليلو كالوريشن في الفات. طيب نفس الحيوانات دي لو خدت اكلات ما فيش فيها كاروتين زي الجرين وزي الهي وزي السترو، في الحاله دي هيطلع الفات بتاعها ايه؟ ابيض، لانه خلاص ما فيش بالميتين يبقى الكاروتين مش هيدوب في الايه؟ مش هيدوب في حاجه، تمام؟ الحاله دي اللي هي اليلو كالر فات ممكن تبقى نورمالي موجوده في بعض الكاتل بريدز زي الجيرسي والجيرنسي، ودي بروبابلي دايما بتبقى ممكن تكون نتيجه ايه؟ نتيجه جينيتك فاكتورز بيأثر على الكاروتين ديبوزيشن. ايضا في الشيب والجوت والبافالوز الحاجات دي مفيش فيها بالميتين او البالميتين فيها قليل خالص، وبالتالي الفات بتاعها بيبقى ايه؟ بيبقى لونه ابيض. ليه؟ لان مفيش ايه سولفنت للكاروتين. طيب الشيب في بعض الاحيان ممكن يبقى فيها ديب يلو كلر، دي بيبقى نتيجه ايه؟ نتيجه ريسيسيف فاكتور بيأثر على الاكسيديشن اوف يلو بيجمنت اللي هي الزانسوفيلز بالذات، وبالتالي دي يلو كولوريشن. دي حاله خاصه. ممكن الكاروتينويد بيجمنتيشن ده هو اللي هو الفيسيولوجيكال يلو كولوريشن ده ديبوزيتد في الفات تيشو اونلي، طبعا هو اصلا الترسب بتاعها بيبقى في الفات تيشو فقط، ماشي. هذه البيجمنتس ار اوف نوت اوف نو سيجنيفيكانس بالنسبه للايه للميتاجين، فيما عدا فقط ان انا لابد ان انا اعمل ديستينجوش بينها وبين الاكترس او البايل بيجمنت. الجادجمنت على حاله الكاروتين بيجمنتيشن فيت فور هومن كونسامبشن، مش فيش اي مشكله خالص، تمام. اللون بتاع الكاروتينويد ده هو بنجد ان هو بالديتنشن لمده 24 ساعه في الديتيند روم، تمام، ونتيجه الهايبرسنسيفيتي لهذه البيجمنت للاتموسفيريك اكسجين واللايت ممكن تتاثر ويختفي اللون بتاعها. الاكترس او الجوندس، ودي تعتبر ايه؟ باثولوجيكال كونديشن كاركترايزد باي اكسسيف اكيوميليشن اوف بايل بيجمنت، فين؟ في السيركيوليتنج بلاد، تنجنج التيشوز بتاعه الجسم كله لايه بقى؟ ليولو كالوريشن. طيب
البايل بيجمنت بتيجي منين؟ بتيجي من البلوروبين مينلي اللي هو اورنج يلو في الكالر، او الاوكسيدايزد فورم بتاعه اللي هو البليفيردين، وده بيبقى جرين في الكالر. الجوندس عموما بتحدث امتى؟ لما يحدث امبالانس، ما يحدث ايه؟ امبالانس في عمليه البرودكشن والكليرنس بتاع البلوروبين. هي دي المشكله الاساسيه. لو حصل امبالانس في هذا الموضوع يبدا الايه؟ يبدا يحصل ايه؟ ري ابزوربشن مره ثانيه لهذه البيجمنتس عن طريق السيركيولاتوري سيستم، ويلف في الجسم ويبدا يعمل لي المشكله. ال 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 في ثلاث انواع من الجوندس. اذا حصلت قبل الهارت، قبل الليفر، بيسموها بري هيباتيك، ودي بتبقى دايما نتيجه الهيموليس في الار بي سيز، بيسموها هيموليتيك جوندس. اذا حصلت نتيجه اسباب في الليفر نفسه بيسموها هيباتيك، وبيسموها توكسيك جوندس نتيجه تاثير بعض التوكسينز، بيسموها توكسيك ايه؟ جوندس. اذا حصلت بعد الليفر بيسموها بوست هيباتيك، ودي نتيجه اوبستراكشن للبايل داكس اللي بتخرج الايه؟ البيلروبين اصلا من الايه؟ من الليفر. تمام. دول الثلاث انواع. النوع الاولاني اللي هو الهيموليتيك جوندس، او بيسموه البري هيباتيك، نتيجه اكسسيف ديستراكشن في ار بي سيز، نتيجه وجود بلبرازايت زي البابيزيا زي الليبتوسبايرا، واليلو كلاريشن في النوع ده بيبقى اقل من النوعين التانيين. طيب هنا التوكسيك جوندس بقى اللي هو نتيجه مشكله في الليفر نفسه، اللي بيسموها ايه؟ بيسموها هيباتيك جوندس. هيباتيك ايه؟ جوندس. هنا نتيجه تاثير توكسيك سابستانس بتاثر على الليفر، تؤدي الى ايه؟ الى فاتي تشينج او نكروزس. والتوكسيك سبستانسز هنا ممكن تبقى ايه؟ بكتيريال، مايكو توكسين، بويزنس بلانت، ان اورجانيك بويزنس، بويزنس زي الكبر وزي السيلينيوم. النوع الثالث عندي اللي هو بيسموه الاوبستراكتيف جوندس، بوست هيباتيك جوندس، يعني كله تمام ولكن البيلروبين ما بيخرجش من الايه؟ من الليفر. ليه؟ البايل بيجمنت مش عارفه تخرج نتيجه وجود جولستون مثلا، نتيجه وجود ليفر فلوك، نتيجه وجود اذر بارازايت زي الاسكار السوم في البيج. كل الكلام ده، دول الثلاث انواع من انواع الايه؟ الجوندس. في البي ام او البوست مورتم فايندنج بتاعت الجوندس بلاقي ايه؟ بلاقي في انتنس يلو كالوريشن از نوتس ديفين في السبكوتينيوس فات، في الادبوس تيشو، في الليفر، في الول بتاع البلاد فيزلز، في الكارتليج، في البون، في الساينوفيا. تمام. ممكن ايضا الاقي المسلز نفسها بتبقى ستيند دارك براون، از وكمان اللنج والسبينول كده ممكن يبقوا دارك ايه؟ دارك براون. ايضا من الحاجات المشهوره جدا الليفر سيروز اللي هو الهيفي بيلاري سيروزس. فين؟ في الليفر. ليفر ده دايما بيبقى موجود في حالات الايه؟ في حالات الجوندس، دايما بيبقى موجود في حالات الايه؟ في حالات الجوندس او الاكترس. تمام. الجادجمنت الحاله دي في الانتي مورتم انسبكشن، لو انا حسيت ان هي موجوده من السكليرا او الحاجه بتاع العين اتعامل معاها لانها حاله ايه؟ سسبكت، وبالتالي اكمل معاها على انها سسبكت. اكتريك كاركاسز بتعتبر ايه؟ انفيت فور فود. ليه؟ لانها دايما مصاحبه بفود بويزنج مايكرو اورجانيزمز. الكاركاس اللي هي ويل ماركت ديسكالريشن، لا لون الاصفر واضح جدا فيه، وريباجننت وان ماركتابل، والفليش بتاعتها فيها ابنورمال اودر وتيست، على طول بتبقى كوندامن. بالنسبه للويل نارجد كاركاسز اللي هي فيها سلايد ديسكالريشن، دي لا اما ابروفد لا اما كوندمند. على اساس ايه؟ على اساس التالي، بعمل كيبنج للكاركس في الديتنشن روم لمده 24 ساعه واشوف اللون بعد كده. الحاجه الثانيه بعمل بكتيرولوجيكال اكزامينشن واشوف نتائجه. الحاله الثالثه البويلنج تيست، لو اداني فيكال اودر يبقى جوندس. الرابيد فيست تيست، تمام، وده من الحاجات برضو المشهوره جدا اللي بتتعمل، وهنعرف عنها كلمتين كمان شويه. هنا بقى مهم جدا ان الميت انسبكتور يحدد اللون الاصفر اللي قدامه في الكاركاس ده، هل هو فيسيولوجيكال ولا هل هو باثولوجيكال؟ فيسيولوجيكال نتيجه الكاروتين، باثولوجيكال نتيجه البيلروبين. ازاي يحدد؟ اول حاجه بعينه كده الاول، لو اللون الاصفر موجود في الفات بس يبقى كاروتين، لو اللون الاصفر منتشر في التيشوز كلها يبقى اكترس. طيب ناكد الكلام ده بايه؟ باللاب، باللابوراتوري. اول حاجه واشهر حاجه اللي هو الرابيد فيس تيست. في الرابيد فيس تيست على سبيل المثال نجد مثلا دي حاله بوزيتيف كاروتين. طب ليه بوزيتيف كاروتين؟ الاصفر فوق، اللون الاصفر موجود ايه؟ موجود فوق. ليه موجود فوق؟ لان الكاروتين بيدوب فين؟ في الايثر. تمام. اما هنا البوزيتيف، هنا البوزيتيف في الحاله دي ايه؟ بوزيتيف اكترس. ليه بوزيتيف اكترس؟ لان البيلروبين بيدوب فين؟ بيدوب في الميه، والميه تحت مش فوق، اللي فوق هو مين؟ هو الايثر. تمام. ده الرابيد فيس تيست. ايضا في تيست تاني مشهور اسمه ايثر الكول تيست، او بيسموه الكول ايثر تيست. نلاقي مثلا الحاله اللي قدامنا دي حاله كاروتين. ليه حاله كاروتين؟ لان اللون الاصفر موجود في الايثر اللي ده فيه الكاروتين، لكن لو اللون الاصفر كان ظهر هنا يبقى دي حاله بلوروبين، لانه ايه؟ لانه البلوروبين بيدوب في الايه؟ في الالكول، في الايه؟ في الالكول. ايضا لابد التفرقه مع ديزيز اخر اسمه يلو فات ديزيز، وهو عباره عن سبكوتينيوس انفلاميشن في الفات بتاع الايه؟ سبكوتينيوس انفلاميشن في الفات.
او بيسموه نيوتريشن بانيكولايتس او استيتايتس، تمام، في هذا الديزيز اللي هو اليلو فات ديزيز. لما باجي اعمل كوكينج للفات بيديني رانسد اودر ورانسد فليفر، رانسد اودر ورانسد ايه فليفر. الحاله الخامسه من حالات البيجمنتيشن هي الابنورمال ديبوزيشن اور اكسسيف اكيوميليشن اوف ميلانين بيجمنت في الانيمال تيشو. الميلانين معروف ان هو فين؟ معروف ان هو موجود في الطبيعي، موجود بروتين طبيعي موجود وبيبقى بلاك في الكالر، وموجود في الهير، في الهورن، في الهورنز، في الايز، في التانج، في التشيكس بتاعه الكاتل والشيب. لكن لما تبقى موجوده في اماكن غير طبيعيه او في غير اماكن وجودها، زي مثلا في الليفر، في البرين، في الكيدني، في اللانج، ودي الاماكن المشهور موجودها فيها، بيبقى بنسميها ايه؟ ميلانوزا. زي ما انت شايف كده بقعه سودا موجوده هنا، ده ميلانين، ده ايه؟ ده ميلانين. وفي البيج دايما يحدث في منطقه البيلي، البيلي فات، عشان كده بيسموها ايه؟ بيسموها سيدي بيلي، او في الماماري تيشو. يبقى ده دايما تحدث فين؟ في البيلي فات او في الماماري تيشو، بيسموها سيدي بيلي. الحاله دي طبعا الافكتد ريموف للافكتد ايه تيشو، وبقيه الكاركاس والاورجانز بتعدي، ما فيش اي مشكله خالص. لو هي اكسسيف بقى وديستريبيوشن للميلانين والريموفال بتاع الافكتد بارتس بيبقى امبراكتيكال، بعمل لها توتال ايه؟ توتال كوندمنيشن. ايضا من ضمن الحالات المشهوره والمعروفه اللي هي المايوكارديال لايبوفيوزينوزيس، او بيسموها البراون اتروفي اوف ذا هارت، او بيسموها الزانسوزيس. دي يعني عباره عن ايه؟ دارك براون كلر اوف هارت ماسل and certain skeletal muscles زي المسيتر because of lipofuscin pigment deposition. lipofuscin دي بيجمنت، دي بيحصل لها deposition فين؟ intracellular. ودي دايما الحاله دي related للaged animals، للanimal aging، ماشي، without effects على الفانكشن، ما بيأثرش على الفانكشن، لكن دايما related للايه؟ للعمر الكبير. ال- 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 الحاله دي برضو بتشوفها في الاولد كاوز اللي هي بيسموها الكال ديري كاوز، اللي هي خلاص ما بقتش تجيب بقى لبن كفايه، فبيسموها الكال ديري كاوز. and in some chronic west chronic ايه chronic wasting diseases. الحاله دي طبيعيه، وهذا النوع من البراون اتروفي اوف ذا هارت او الزانسوزيس بتبقى طبيعيه خالص في الايرشاير كاوز. حوالي 28% من النورمال ايرشاير كاوز بتبقى فيها الموضوع ده في السكيليتال والهارت ماسلز. وفي النوع ده في الايرشاير كاوز، ايرشاير كاوز، بنجد ان الايه؟ بنجد ان هي نوت ريليتد للايج. احنا قلنا ان هي هنا ايه؟ مع العمر الكبير، هنا لا، هنا ممكن تيجي في اي عمر في الايرشاير. سابع حاجه عندنا الكونجينيتال بورفيريا، او بيسموها الاوستيوهيموكروماتوزيس او البنكتوس، وهنفسر الكلام ده دلوقتي. بنك ايه؟ البنك توث. دي عباره عن اكيوميليشن للبورفيرينز. البورفيرينز ممكن تيجي من بلانت، او ممكن تيجي من الحيوان نفسه من الداخل اندوجينس في البلد. اكيوميليشن للبورفيرينز في البلد بيؤدي ليه؟ الى تيشو بيجمنتيشن وفوتوسنسيتايزيشن، ماشي. ايه اللي بيحصل في الحاله دي؟ هي اولا هيريديتري ديزيز، بيتشاف دايما في الكاتل، في السواين، في الشيب، تمام. البورفيريتك كاتل بيبقى اللايت اكسبوجر will initiate photodynamic dermatitis. photodynamic dermatitis، ودي ما بتبقاش موجوده في السوين. يعني في irritation في السكن لما بيتعرض للايه؟ للضوء. It's also known as osteohemochromatosis. ليه؟ نتيجه reddish brown bone pigmentation في البون نفسه، في البون. او بيسموها pink tooth. ليه؟ brownish pink discoloration في التيث. طيب الجادجمنت لو هي اكستنسيف وجنرالايز توتال كوندمنيشن، لو هي لوكالايزد بعمل كوندمنيشن للافكتد ايه؟ للافكتد اورجان اللي هو البون اهو. زي ما انت شايف كده الاجزاء الايه؟ تلاقي في اوستيوكوماتوس، تلاقي ايه؟ براون بيجمنتيشن في الريبس اهو. براون بيجمنتيشن فين؟ في الريبس والفيرتبري، في الريبس والايه؟ والفيرتبري، براون بيجمنتيشن، تمام. البونز هنا بنعملها بون اوت والباقي بيعدي. بون اوت يعني بشيل البون بس والباقي بيعدي ابروف، ده مفيش اي مشكله خالص. دي الابنورمال كالرز، السبع حالات اللي فاتوا دول ابنورمال كالرز. في عندي برضو ابنورمال اودرز بقى. ابنورمال اودرز ممكن تبقى سببها لا اما اوتسايد سورسز لا اما انسايد سورسز. اوتسايد سورسز نتيجه ايه؟ نتيجه دراج، نتيجه فيدنج، ماشي. دي اللي هي الابنورمال اودرز، ماشي. نتيجه دراج، نتيجه فيد، نتيجه انهيليشن، نتيجه ابزوربشن اوف اودر من السراوندنجز اثناء عمليه الستورنج او اثناء عمليه الترانسبورتيشن، او من الانسايد بقى نتيجه ايه؟ نتيجه برودكتس اوف ابنورمال ميتابوليزم زي الاسيتون مثلا، مشهور جدا في حالات الكيتوزيس، او سيكسوال اودر في سيرتن ميل ميل ايه؟ ميل انيمالز. ممكن السبب يبقى اول حاجه عندنا، اول حاجه عندنا او اول سبب عندنا او اول حاجه في الابنورمال اودر نتيجه الفيدنج. الفيش اودر مثلا، ممكن يبقى فيه فيش اودر نتيجه ايه؟ نتيجه اكل الفيش ميل، خصوصا في خلال 6 اسابيع قبل الايه؟ قبل لو الحيوان كل فيش ميل قبل خلال 6 اسابيع قبل الذبح بيظهر فيه الفيش ايه؟ فيش اودر. تيرن بي اودر اللي هو ريحه الكرنب، حيوان واكل في خلال اسبوع ممكن يظهر فيه ريحه الايه؟ ريحه الكرنب،
ماشي، اللي هي ترنبي اوردر رير، وده رير في الشيب. رانسد اوردر او سوبي رانسد اوردر وسوبي تيست ممكن يحصل في حالات ايه؟ الشيب اللي بتتغذى على فيرمنتنج ايه؟ فيرمنتنج بيتس، فيرمنتنج ايه؟ بيت. اليونج جارليك ليفز، ورق الثوم الصغير ده ايضا ممكن يظهر في الرابتس، ممكن يظهر في الرابتس ويديني سترونج اودر ريزمبل الفوسفورس. ريزمبل ايه؟ الفوسفورس. ده الحاجه الاولانيه ممكن تحدث نتيجتها الابنورمال اودرز. ممكن ابنورمال تكون الدراجز ايضا، يعني السلوتر ذا انيمالز بعد شورت بيريد من التريتمنت الدراج اودر ممكن ديتكتد في الفريش وممكن بيرزيست، ولكن في السكست ايه؟ في الثيكست بارتس لمده طويله. امثله هذه الدراجز اللينسيد اويل، تربنتاين، اروماتيك سبيرتس اوف امونيا، الانيس سيد، المغنيسيوم سلفيت، التريكل، الكلورال هيدريت، ممكن ايضا نتيجه الاسبيريشن للحاجات الكيميكالز اللي انا بستخدمها داخل المزرعه واثناء الترانسبورتيشن، زي الكربوليك اسيد، الكلينسنج اثناء الكلينسنج اوف ستيبل وترانسبورت فيكل. ماشي، دي الكربوليك اسيد من الحاجات المشهوره في عمليه الانهيشن، وبتدي ايه؟ ابنورمال ايه؟ ابنورمال اودر. وريندر وهذه الابنورمال اودر ريندر الميت ان هي تبقى ايه؟ ان ماركتابل. ممكن الابنورمال اودرز ايضا تيجي نتيجه الابزوربشن من السراوندنجز. ازاي؟ في دايما في الامبورتد ميت تريد الابزوربشن اوف ابنورمال اودرز باي ريفريجريتد ميت ديورنج ترانسبورت اور ستورج بتعتبر كومن كوز للريجكشن. تمام. طب من اشهر الحاجات اللي معروفه السيترس فروت اودر، اللي هي الموالح اللي هي سواء كان اوفر رايب او سواء كان ان ساوند فروتس، حاجه بايظه. تمام، الميت بتلقط منها بسرعه جدا السيترس فروت ايه؟ فروت اودر. طب الميتابوليزم برودكتس لسه متكلمين عليها من شويه، وقلنا ايه؟ الاسيتون بيكولار سويت اند ريباجننت اسيتون ايه؟ اسيتون اودر، ودي فريكوينت اوبزرفد في الفريش بتاع الكاتل وذ ميلك ايه؟ فيفر، وذ ميلك ايه؟ وذ ميلك فيفر. تمام. ايضا هذه الاودر بتاعه الاسيتون يعني نوت ديس ابير فروم ميت ايفن وين جريلد، ما بتختفيش حتى لما بتيجي تطبخ تلاقيها موجوده لسه، اللي هي ريحه الايه؟ الاسيتون. ممكن الاودر تيجي نتيجه ميل سيكسوال اودر، ودي بتبقى ريحتها ريحه ايه؟ الستيل يورين، اليورين بقى اللي متخزن، يعني ريحه بول حاجه تقرف يعني. هذه الريحه اللي هي الميل سيكسوال اودر مشهوره قوي في البور، ومشهوره قوي في الايه؟ في الميل جوت، في الميل ايه؟ في الميل جوت. الموست ابارنت بعد حال الذبح مباشره والحيوان لسه ورم كده، ماشي، وخصوصا فين؟ في الفاتي تيشو. الاودر في بتاعه الميل سيكسوال اودر دي لارجلي ديس ابير لو الكاركاس كولد، يعني تختفي لما الكاركاس تتبرد. لو الكاركاس اتبردت تختفي، لو جيت بعد كده ري ابير، لو جيت بعد كده عملت لها بويلنج او عملت لها فراينج تظهر مره تانية. لذلك الانيمال اللي فيه ريحه واضحه من السكسوال اودر من السكسوال اودر بعد الذبح مباشره اعمل لها ايه؟ ديتنشن لمده 24 ساعه، وبعد كده اقرر بالبويلنج ايه؟ بالبويلنج تيست. السكسوال اودر ده هي اللي هي الميل سكسوال اودر، ممكن انا اقدر امنعها ان انا لو عملت كاستريشن للحيوان 10 اسابيع قبل الذبح، او ان انا عالجته باستروجين، ودي لها طريقتها يرجع للايه؟ ليها وقتها يعني. دي اللي هي الميل سكسوال ايه؟ اودر. ممكن سبب ممكن كده خمس حالات هم من حالات الابنورمال اودر. عندنا الجادجمنت الابنورمال اودر، الكاركاسز اللي فيها ابنورمال اودر وتيست وفيها علامات مرضيه موجوده باثولوجيكال كونديشن بعمل لها كونديمنيشن. طيب لو الفليش فيها برونونسد اودر وزي اودر اوف دراجز مثلا او ديس انفكتنت او سيكسوال او ماركت رينرس رينيس رينيس اودر اللي هي ريحه صعبه جدا يعني، كل دول ايه؟ كوندامن. طيب بالنسبه للكاركس اللي هي اكوايرد سيفير ابنورمال اودر، خدت ابنورمال اودر من بره وإذا ريزلت اوف فيدنج مثلا من اودوريفرس سبستانسز مثلا، بتعتبر ايه؟ بتعتبر ان ماركتابل، ان ايه؟ وشود بي ايه؟ شود بي كوندم. ايضا لو الاودر بقى مش واضحه قوي، يعني لو الاودر خفيفه والميت انسبكتور مش قادر يحدد، بعمل ايه؟ بعمل بويلنج وروستنج تيست شود بي كارد، بس بعد 24 ساعه بعد السلوتر. واف ذا تيست ريفيل اودر الكاركاس بنعمل لها كوندمنيشن. تمام. السيترس فروت اودر اثناء الاستورج والترانسبورت كان بي ريموفد، ان انا ممكن اعمل ايه؟ لو في سيترس فروت اودر ممكن اعمل سبجكشن للايه؟ للميت للاوزون لفتره طويله، ممكن هذه الريحه ايه؟ تروح. ممكن هذه الريحه الايه؟ تروح. دي اللي هي الابنورمال ايه؟ اودرز. اخر حاله عندنا اللي هي حاله الديد انيمال، حيوان ايه؟ حيوان مات. الله، طب واللي مات بيتاكل؟ اه، بيسموها دبل ديد ميت،
الابنورمال الابنورماليتي هنا ان الحيوان animals are dressed sometimes after they have died، يعني مات خلاص يعملوا له dressing و such slaughtering is ايه؟ such slaughtering is called cold slaughtering. طب احنا بنسميه دبل ديد ليه؟ لانه بيبقى مات مره، ادي مره، ثم بعد كده يذبحه وبعد كده ينزله كلحوم عادي للسوق، يبقى هنا اتذبح مرتين، فعشان كده بيسموها ايه؟ بيسموها دبل ديد ميت، بيسموها دبل ديد ميت. هذه الحالات اللي هي فيها الديد انيمال ده هي بتبقى كومبليت فورمز اوف اول فينس فيزلز، الفينس فيزلز كلها بتبقى مليانه بالدم، كومبليت فولنس اوف اول فينس فيزلز. تلاقي كونجيشن في الانترنال اورجنز، كل الانترنال اورجنز كونجست، ما فيش بليدنج حصل اصلا. دارك ماسكولار تيشو، تلاقي الباد اودر في الابدومينال كافيتي واضحه جدا لما يتفتح. تلاقي في جرين شيول لون اخضر كده مخدر، بيبقى واضح في الابدومينال ايه؟ الابدومينال وول، او جرينج تينجين كده للايه؟ للابدومينال وول وحوالين الايه؟ وفي الكدني ايه؟ في الكدني فات. بلاقي برضو المكان بتاع الذبح نفسه اللي هي السيفير دينيك ووند بيبقى شارب كات، مش متعرج، لا شارب، ماشي شارب، خط مستقيم كده في مكان الذبح، وفي نفس لانه الذبح ميت تمام، وفي نفس الوقت نوت امبرجنيتد وز ايه وز بلاد، ما هو مفيش دم جه عليه، مفيش دم جه عليه، وبالتالي ايه؟ نوت امبرجنيتد وز ايه وز بلاد. طبعا حاله زي كده الكاركس في الحاله دي بتبقى ايه؟ of dead animal بتبقى ايه؟ unfit for human consumption، unfit for human ايه؟ consumption. طيب كيف اتجنب، how to avoid buying double dead meat، ازاي اتجنب ان انا اشتري لحمه بالمنظر ده؟ اللحمه دي يا جماعه عاده بتلاقيها ايه؟ cold، بارده. ليه؟ لانه بيبقى مخزنها على طول في الثلاجه، فتلاقيها ايه؟ cold، الميت has been ايه؟ frozen تمام. تلاقي برضو سعرها رخيص، تلاقي سعرها ايه؟ سعرها رخيص. تلاقي ريحتها وحشه، تلاقيها ستيكي ملزقه كده، يعني ايه؟ تلاقيها ملزقه، ستيكي كونسستنسي، ستيكي كونسستنسي. تلاقي برضو الهير والسكين نوت بروبرلي كلين، الهير والسكين بتاعها مش متنظف كويس، لان الحيوان لما بيموت عمليه تنظيفه دي بتبقى صعبه جدا عن لما يكون ايه؟ اما يكون لسه في الحياه، او اتذبح وهو صاحي، ومن حكمه ربنا يعني ان احنا الميت ده محرم عندنا يعني. ال ايضا تلاقي فيه بيل في الكالر، بيلنس في الايه؟ في الكالر، مع بلوش او جرينش جراي تنت، يعني تلاقي بيل في الكالر لونها بيل، وفي نفس الوقت تلاقي بلوش او جرينش جراي تنت في الايه؟ في اللحوم تمام. طيب فرضنا ان اتاكلت، هيحصل ايه؟ بيحصل مشاكل صحيه للايه؟ اللي هياكلها، فتبقى في ايه؟ في بتمثل خطوره على الصحه، ممكن تسبب دايريه، ممكن تسبب فود بويزنج مايكرو اورجانيزمز. دي كل اللي احنا اتكلمناه النهارده، ده عباره عن ابنورمال فيسيولوجيكال كيسز بتبقى ويزن ذا فيسيولوجيكال ليميت، يعني بحد الى حد كبير جدا 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 بنسبه يعني 99% لا تسبب مخاطر صحيه على الايه؟ على فيما عدا حالات الايماسيشن، حالات الاكتلس، لكن الباقي كله بيعتبر ايه؟ حالات بتعدي ومفيش فيها اي مشكله، لانها ويزن ايه؟ ويزن فيسيولوجيكال ليميت، وان كانت ممكن تعدي على انها انفيرور كواليتي او لو كواليتي او سكند جريد ميت. أشكركم شكرا جزيلا، وألقاكم إن شاء الله في محاضرات قادمة. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.